أهلا وسهلا، أسعد الله صباح الجميع بكل خير وبركة. اليوم رايح أتكلم عن قصة حقيقية يرويها لي موظف في إحدى البنوك في الخدمات الخاصة. يقول التقارير أنا طالعها وراجع التقارير باختصار حرويها، يقول فوجئت حساب يرفع للإدارة وخمس سنين صاحبه مراجعه مبلغ كبير. يقول فاسم العائلة عرفته وفي عندي مراجع يحمل نفس اسم العائلة، فسألته فلان الفلاني ايش اقرب لك؟ قال والله من الجماعة. قال ايش اخباره؟ قال متوفي له اربع سنين او اكثر. قال تعرف بيته؟ قال يعرف بيته بالحي الفلاني. كيف اوضاعهم؟ قال والله حالتهم مستورة جزاك الله خير، ان خبرت احد يعني مساعدتهم ولا شيء ترى يحتاجون مساعدة لان ابنهم الكبير يدرس في الجامعة. يقول قلت له ممكن توصف لي البيت؟ قال انا طالع اطلع معي اوريك البيت. يقول طلعت معه دخلنا حي شعبي شفت البيت. يقول دقيت على الباب، بالنهايه توصلت الى اكبر ولد في البيت يدرس في الجامعه. قلت له عندك حصر ورثه؟ قال لا ما عندي، ابوي ما عنده اصلا، انها البيت اللي انت شايف وضعه قديم وكذا وساكنينه. كم عددكم؟ اربع بنات ثلاثه متزوجات وانا واخوي الصغير. وامك موجوده؟ نعم موجوده. عندك حصر ورثه؟ لا ما سويت. سوي حصر ورثة لان في مبلغ مالي في البنك. يقول سوى حصر ورثة وكلمني قلت اجمع اخوانك واخواتك اجي اقابلهم. يقول قابلتهم وقلت لهم ان ابوكم ترك فلوس بالبنك. يقول تفاجأوا، توقع المبلغ 40-30 ألف حولها اكثر اقل. يقول قلت لهم المبلغ 7,800,000 تقريبا او حولها. يقول الام انفجعت وطلعت وهي تبكي وتتحسب الله عز وجل، خرجت من المجلس. قول قالت البنت الكبرى المتزوجة، قالت اعذرها يا أخوي تراها هي تطبخ للناس وتروح أحيانا للبيوت والعرائس تجهز وترتب أمور لهم، وخدمتنا كثيرا بعد وفاة أبوي وما زالت تتعب المسكينة فاعذرها. قال روح البنوك الثاني ممكن تحصلون بعد عنده شيء. دار الولد البنوك الثاني لقى 2,000,000 وشوي، المجموع 10,000,000 وشوي. انتبهوا، صاحب ثروة ربي حسب على ثروته يوم القيامة، هي نعمة ممكن تكون نقمة عليك. مشكلة بعد ما يأدون الزكاة بتكون المشكلة أكبر وأعم، لأن الفقراء يوم القيامة يستخرجون عيون هالشخص اللي ما يدفع الزكاة لهم، هي حقه.